لا أجر نبغي لا وساما لا صدى، هي خطوة هي خبرة ورفاق، صارت تطوى واية ووسيلة، ولأجله عزم لنا دفاق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. ثم بعد، أهلا بكم في سابع درس من دروس العلوم تالتة إعدادي. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن المبادئ الوراثية الأساسية للوراثة. من بداية ظهور الإنسان أو بداية خلق الإنسان على سطح الأرض، بدأ يلاحظ إن في بعض الصفات زي لون الجلد، زي لون الشعر، زي عدد الأصابع، زي فصيلة الدم. الصفات دي بتتنتقل من جيل إلى جيل تاني. ولاحظ كمان إن في بعض الصفات، مثلا القدرة على قيادة السيارة، المهارة في لعب كرة القدم، دي صفات غير قابلة للانتقال من جيل إلى جيل آخر. وبالتالي قسم العلماء الصفات الوراثية الصفات لنوعين: صفات وراثية، صفات مكتسبة. صفات وراثية وصفات مكتسبة. ولما نقول إيه معنى الصفات الوراثية، هي الصفات التي تنتقل من جيل لآخر، زي إيه؟ زي لون الشعر، فصيلة الدم، لون الجلد. الصفات المكتسبة دي صفات غير قابلة للانتقال من جيل لآخر، زي تعلم علم أو مهارة. ده بالنسبة لأقسام الصفات. طيب، إزاي الصفات الوراثية بتنتقل من جيل إلى آخر؟ ده اللي فسره علم الوراثة. فعلم الوراثة ده العلم اللي بيدرس الموروثات الجيني، الموروثات أو الجينات والصفات التي تورثها وما ينتج عنه من تنوع الكائنات الحية. يبقى العلم المختص بدراسة كيفية انتقال الصفات الوراثية من جيل لآخر اسمه علم الوراثة. بدأ العالم مندل يجري مجموعة من التجارب علشان يعرف إزاي الصفات الوراثية بيتم انتقالها عبر الأجيال من خلال نبات البازلاء. بدأ يجري عليه مجموعة من التجارب. حصل إيه؟ حصل إن هو وصل لمجموعة من النتائج. بناء على النتائج اللي توصل ليها، قدروا يحددوا علماء الوراثة عموما معلومات كتير عن الأسباب اللي بتنتقل بها الصفات الوراثية من جيل إلى آخر. هنشوف مع بعض تجارب مندل. تجارب مندل اعتمد فيها على نبات البازلاء زي ما احنا قلنا، وفي عدة أسباب لاختيار مندل لنبات البازلاء. أول سبب سهولة زراعة نبات البازلاء وسرعة نموه، بيتزرع بسهولة مش محتاج تكاليف أو مشاق كبيرة، كمان نموه سريع. قصر دورة حياة نبات البازلاء، دورة حياته عدة أشهر، 3 شهور إلى 6 أشهر. كمان في ميزة جميلة جدا في نبات البازلاء إن أزهاره خنسة، يعني تحتوي على أعضاء عضو التذكير وعضو التأنيث اللي هو الطلع والمتاع، وده بيسهل إجراء عملية تلقيح ذاتي عن طريق تغطية الأزهار بأكياس من الحرير، فتبدأ تنتقل حبوب اللقاح من نتج الزهرة إلى ميثم نفس الزهرة. الميزة الرابعة في نبات البازلاء سهولة تلقيحه صناعيا، ولما أقول صناعيا يبقى بتدخل الإنسان. إزاي بيحصل الموضوع ده؟ بيبدأ الإنسان يزيل النتج قبل تفتحه، بيقطعه من الزهرة
ويزود ميسم الزهرة بحبوب لقاح نبات آخر باستخدام ريشة الألوان، الألوان المية. السبب الخامس لاختيار مندل نبات البازلاء هو إنتاج النبات الكبير من أفراد الجيل الواحد، المحصول بتاعه يكون عدده كبير. آخر صفة أو آخر ميزة وجود عدد أنواع من البازلاء، عدة أنواع من البازلاء بتحمل أزواج من الصفات الوراثية المتضادة اللي بيسهل ملاحظتها ودراستها. والسؤال ده بيجي يعلل كتير جدا، واللي يعلل اختيار مندل لنبات البازلاء لإجراء تجارب. في مجموعة صفات بدأ مندل يدرسها في نبات البازلاء، ويدرس إزاي بتتوارث من جيل إلى جيل آخر. الصفات دي موجودة في الصورة اهي، سبع صفات. لو احنا جينا بالنسبة للقرن اللي هو الغلاف الخارجي للثمار بذور البازلاء، بنلاقي ان القرن له صفتين، اللون والشكل. اللون في عندي نباتات بازلاء قرونها خضراء، وعلى العكس في اصفر. بالنسبة للشكل في عندي املس، في عندي مجعد. بالنسبة للبذور برضو عندي صفات زوجين من الصفات المتضادة. بالنسبة للون البذور صفراء وبذور خضراء. بالنسبة للشكل في عندي ملساء، في عندي مجعدة. لو جينا بالنسبة للزهرة بنلاقي برضو عندي زوجين من الصفات المتضادة. بالنسبة للون عندي في قرمزية وفي بيضاء. بالنسبة لوضع الزهرة على الساق بنلاقي في وضع جانبي وفي وضع طرفي. آخر حاجة بالنسبة لطول النبات بنلاقي في عندي نباتات طويلة، وعلى العكس في نباتات قصيرة. دول سبع أزواج من الصفات المتضادة اللي هي عكس بعض مندل اشتغل عليها في التجارب بتاعته. نيجي نشوف تجربة مندل لدراسة صفة لون البذور في نبات البازلاء. اختار مندل صفة صفات السبع اللي احنا اتكلمنا عليها، وهي صفة لون البذور. احنا قلنا ان لون البذور في عندي اصفر واخضر. بدأ يعمل تجارب ايه التجربة؟ اول حاجة بدأ يزرع نبات بازلاء بيعطي بذور صفراء، ونبات بازلاء يعطي بذور خضراء. وكل واحد منهم الأصفر بيعمل تلقيح ذاتي مع نفسه، والأخضر بيعمل تلقيح ذاتي مع نفسه لعدة أجيال. خلاهم يحدث كده تكاثر لعدة أجيال علشان يتأكد من نقاء الصفة، إن الصفة دي نقية. بعد كده بدأ يزرع بذور النباتات دي، الأصفر والأخضر، فأعطت نباتات بتحمل أزهار. بدأ ينزع منها الأسدية قبل نضج النطق علشان يضمن ان مفيش تلقيح ذاتي هيحصل، لان هو عايز يعمل تلقيح خلطي ما بين النبات البذور الصفراء والنبات البذور الخضراء اللي هو صفته نقيه. بعدين بعد ما عمل التلقيح الخلطي ضمن كده ان هيكون جميع البذور الناتجه صفراء. وجد ان في الجيل الاول بعد ما حصل التزاوج جميع بذور النباتات اللي ظهرت اللي نتجت في الجيل الأول أو المحصول الأول بذورها كلها لونها أصفر، واختفى اللون الأخضر من الجيل الأول تماما. بدأ مندل يزرع مرة تانية نباتات الجيل الأول اللي هي طلعت معاه لونها أصفر، بذورها لونها أصفر، بس من خلال تلقيح ذاتي. فالنتيجة اللي ظهرت عنه ان هو حصل على نباتات
قرونها بذورها خضراء ونباتات بذورها صفراء بنسبة 3:1، وسمى المحصول ده بإيه؟ باسم الجيل الثاني. نيجي نشوف مع بعض كده تجربة مندل بشكل عملي عشان توضح الكلام اللي احنا قلناه ده. نتابع مع بعض كده أثناء عرض الفيديو، أنا هشرح اللي بيحصل. ده نبات البازلاء، دي الصفات بتاعته، ادي شكل القرن، املس ومحزز. شكل البذور ملساء ومجعدة. هنا التجربة اللي قدامنا دي في الفيديو هو اشتغل على طول الساق، فهي نفس الفكرة بس مع الاختلاف الموضوع يعني. ده وضع الزهرة، ده طول الطويل وادي القصير، فأخذ نبات طويل ونبات قصير، بدأ يعمل لهم تلقيح ذاتي علشان يضمن نقاء الصفة، إن الصفة تبقى نقية، زي بالظبط فكرة لما أنا بجيب مية وببدأ أعمل لها فلترة أكتر من مرة. بعدين أخذ نبات من اللي هو صفاته نقية، واحد طويل واحد قصير، ناخد لبالنا عمل إيه؟ كده هو عمل بإيده التلقيح الخلطي، ده الأفراد الجيل الأول كلهم طلعوا طوال، اختفت صفة القصر. في الجيل الثاني ظهر عنده الصفتين بنسبة 3:1 قصير. دي كده تجربة مندل. طيب احنا دلوقتي شفنا في الجيل الاول ظهرت عندي صفة واحدة، بدأ مندل يكرر التجارب بتاعته دي على الصفات السبعة، ولقى ان هو بيحصل على نفس النتائج. في صفة من الصفتين بتختفي في الجيل الاول وبتظهر في الجيل الثاني الصفتين مع بعض بنسبة 3:1. الصفة اللي هي بتظهر في جميع أفراد الجيل الأول مندل سماها الصفة السائدة، الصفة اللي عكسها اللي هي بتختفي في أفراد الجيل الأول دي سماها صفة متنحية. استنتج إيه مندل من التجربة بتاعته؟ استنتج إن لكل صفة عامل بيحددها ينتقل من جيل لآخر عن طريق الأمشاج. الصفة الوراثية لها عامل مسؤول عنها هو اللي بينقلها وبيحددها، بيحددها وبينقلها من جيل لجيل تاني، وده من خلال الأمشاج. الحاجة التانية اللي استنتجها مندل إنه لما بيتقابل العاملين في الجيل الأول، واحد منهم بيكون عامل للون الأصفر اللي هو السائد، وده بيؤدي لظهور كل البذور لنبات البازلاء في الجيل الأول لون بذورها صفراء، دي الصفة السائدة. ازاي بتتكون الأمشاج؟ احنا أخدنا الكلام ده في الترم الأول عن طريق الانقسام الاختزالي أو الانقسام الميوزي. تبدأ تنفصل العوامل اللي هي خاصة بنقل الصفات عن بعضها وبتلتقي في الجيل الثاني. نشوف كده حسبة صغيرة. دلوقتي عرفت ان
صفة لون البذور الأصفر سائدة على صفة لون البذور الخضراء. فلو التقى عامل اللون الأصفر مع عامل اللون الأخضر هيكون الناتج بذرة لون أصفر، إن الأصفر هو اللي سائد وهو اللي بيغلب. لو التقى عامل اللون الأخضر مع عامل لون أخضر هتكون النتيجة بذور لونها أخضر. تمام كده؟ من هنا خرجنا، من هنا طلعنا بمعنى مبدأ السيادة التامة. مبدأ السيادة التامة عبارة عن إيه؟ هو ظهور صفة وراثية اللي هي الصفة الصح في أفراد الجيل الأول عند تزاوج فردين يحمل كلاهما صفة وراثية نقية مضادة للصفة التي يحملها الفرد الآخر. يبقى نقول مرة تانية، مبدأ السيادة التامة عبارة عن إيه؟ عبارة عن ظهور صفة وراثية اللي هي السائدة في أفراد الجيل الأول عند تزاوج فردين يحمل كلاهما صفة وراثية نقية مضادة للصفة التي يحملها الفرد الآخر. مندل بعد التجربة بتاعته خرج بمجموعة فروض بنى عليها عملية أو طريقة انتقال الصفات الوراثية من جيل لجيل آخر. قال إن أول حاجة إن الصفات الوراثية بتنتقل من الآباء إلى الأبناء من خلال إيه، أو عن طريق إيه؟ عن طريق عوامل وراثية اللي إحنا بنقول عليها دلوقتي الجينات. كل صفة وراثية لها جين مسؤول عنها بينقلها من جيل إلى آخر. كل صفة وراثية في الكائن الحي بيتحكم فيها عاملين، واحد من الأم والتاني من الأب. العاملين دول بيكونوا متشابهين لو كانت الصفة نقية، ويكونوا متشابهين أو متخالفين لو كانت الصفة غير نقية. والصفة الغير نقية مش بتظهر إلا لو كانت صفة سائدة، بنقول عليها صفة غير نقية أو هجينة. بينفصل العاملين الوراثيين لكل صفة عند تكوين الأمشاج. عايزين نفهم إزاي بتنتقل الصفات الوراثية أو العوامل اللي هي بتحمل الصفات الوراثية في خلال تكوين الأمشاج. بيبدأ عوامل وراثية، إحنا قلنا إن الصفة ليها عاملين، عامل بيروح في نشيج وعامل بيروح في نشيج تاني، فبيلتقي عامل في نشيج الأب مع عامل في نشيج الأم ويكون الصفة الوراثية في الابن. لو احنا جينا شفنا كده ازاي بيتم الموضوع ده، ده بالنسبة للبذور النقية الصفراء، بذور صفراء نقية نديها رمز سي سي كابيتال، بذور خضراء نقية نديها سي سي سمول. اللي بيحصل تبدأ تنفصل العوامل، اهو ادي انفصل عامل وادي انفصل العامل الثاني، كونوا الامشاج. لما التقى العاملين كونوا لي عضو الجيل الاول اللي احنا هنتكلم عليهم دلوقتي بالتفصيل. قانون مندل الأول اللي هو قانون الانعزال، بعد ما خلص مندل التجربة بتاعته وطلع بمجموعة حروف بدأ يضع ويكتب ويحدد أول قانون من قوانين الوراثة سماه قانون الانعزال. يقول إيه في القانون ده؟ بيقول إن لو كان عندي فردين نقيين في اختلاف ما بينهم في الصفات المتبادلة اللي هي الصفات اللي عكس بعضها يعني، فبيحصل ايه بعد ما بيتزاوجوا؟ بينتج عنهم جيل فيه صفة احد الفردين فقط. الجيل الاول بينتج فيه صفة احد الفردين فقط اللي هي الصفة السائدة،
في الجيل الثاني بتظهر الصفتين معا بنسبة 3:1. يبقى نقول كده نص القانون مع بعض: إذا اختلف فردان نقيان في صفاتهما المتبادلة فإنهما ينتجان بعد زواجهما جيلا به صفة أحد الفردين مطلق اللي هي الصفة السائدة، ثم تورث الصفتان معا في الجيل الثاني بنسبة 3:1. بدأ مندل يضع حاجة جميلة جدا اللي هي استخدام الرموز في التعبير عن نتائج التجربة. بدل ما يفضل يقول نبات بازلاء لون بذوره خضراء ونبات بازلاء لون بذوره صفراء حصل ما بينهم تزاوج كون أمشاج وصل العوامل وبدأ الجيل الأول يظهر كذا وكذا وكذا، اختصر الكلام ده كله في صورة رموز. فبدأ يرمز للصفة السائدة برمز كابيتال، وطالما إن الصفة تتكون من عاملين فكانت الصفة بيعبر عنها برمزين متشابهين إذا كانت الصفة نقية. ده بالنسبة للصفة السائدة. طب وبالنسبة للصفة المتنحية هتاخد نفس الصفة السائدة اللي هي عكسها بس برمز سمول. نيجي نشوف التطبيق هنا. نبات البازلاء اللي هو بذوره لونها أصفر، دي الصفة السائدة، أخدت رمز إيه؟ سي كابيتال، سي كابيتال. الصفة المتنحية المقابلة للون البذور الصفراء هي لون البذور الخضراء، فأخدت نفس رمز الصفة السائدة بس سمول، سي سمول، سي سمول. يبقى كده إحنا جينا نرمز لصفات الآباء بذور خضراء نقية سي سمول سي سمول، بذور خضراء بذور صفراء نقية سي كابيتال سي كابيتال. بيحصل ايه بعد كده؟ بيحصل انفصال العوامل وتكوين الأمشاج. علامة اكس دي معناها حصل تزاوج، حصل انفصال للعوامل وتكوين الأمشاج أو الجاميتات، أخذت رمز جي، ده سي كابيتال أهو سي سمول. بعدين لو أخذنا البالنا ده عامل أو نشيج من فرد أبوي وده نشيج من فرد أبوي التاني، حصل ما بينهم إخصاب كونوا أفراد الجيل الأول، كانت الصفة بتاعتهم سي كاب سي سمول. لو إحنا بصينا على الرمزين هنلاقي إن رمز منهم راجع للصفة الصح والرمز الثاني سمول راجع للصفة المتنحية، فهنا الصفة بنقول عليها هجين، صفة لون بذور صفراء هجين، دي كانت الصفة الموجودة في أفراد الجيل الأول اللي إحنا بنديله رمز اف اي الجيل الأول. بعدين أخدنا أفراد الجيل الأول لون حصل ما بينهم تلقيح ذاتي وتزاوج مرة تانية، فهناخد سي كابيتال سي سمول بذور صفراء هجين مع سي كابيتال سي سمول بذور صفراء هجين، حصل ما بينهم تزاوج كروس. حصل ايه في الخطوة اللي بعد كده؟ تكوين الجاميتات او الامشاج، تبدأ تنفصل العوامل، كل عامل بيروح لمشيج اهو، ادي المشيج الاول في سي كابيتال، المشيج الثاني في سي سمول، بالنسبة للفرد الأبوي الثاني سي كابيتال سي سمول. تبدأ بقى عملية الإخصاب للاحتمالات. في احتمال إن السي كابيتال ده من الفرد الأبوي الأول يتم تخصيبه مع سي كابيتال للفرد الأبوي الثاني ويكون معايا سي كابيتال سي كابيتال. في احتمال تاني ان السي كابيتال للفرد الابوي الاول يحصل له اندماج او اخصاب مع السي سمول يعني الفرد الابوي الثاني ويكون لي فرد جديد صفته سي كابيتال سي سمول. ده بالنسبه للمشيج الاول. طب بالنسبه للمشيج الثاني بنلاقي ان السي سمول ممكن
سي سمول من الفرد الأبوي الأول ممكن يحصل له إخصاب مع سي كابتل للفرد الأول والثاني ويكون لي سي كابتل سي سمول، بنكتب الكابتل الأول بعدين سمول، وممكن سي سمول يندمج أو يخصب مع سي سمول ويكون لي سي سمول سي سمول. لو أخذنا البالنا هنا دي أفراد الجيل الأول، صفاتهم بذور صفراء نقية، بذور صفراء هجين، بذور صفراء هجين، بذور خضراء. لو أنا جيت حسبت البذور الصفراء والخضراء هلاقي ثلاثة أصفر وواحد أخضر، يبقى نسبة الصفات السائدة إلى الصفر ناحية أفراد الجيل الأول هي نسبة 3:1. بدأ مندل يضع القانون الثاني من قوانين الوراثة اللي هو قانون التوزيع الحر للعوامل الوراثية. إيه اللي حصل؟ مندل بدأ يدرس، الأول إحنا كنا بنتكلم في زوج واحد من الصفات الوراثية، بذور صفراء قصادها بذور خضراء. مندل بدأ يوسع الموضوع، طيب قال إحنا هندرس صفتين متضادتين عن طريق تلقيح خلطي ما بين نباتين بازلاء، واحد منهم بيحمل صفتين سائدتين نقيتين، ساق طويل وأزهار قرمزية. النبات الثاني يحمل صفتين متنحيتين، ساق قصير وأزهار بيضاء. فكانت النتيجة اللي طلع بيها مندل من تزاوج النباتين دول 9 طويل الساق طويلة الساق قرمزية الأزهار، 3 طويلة الساق بيضاء الأزهار، 3 قصيرة الساق قرمزية الأزهار، 1 قصيرة الساق بيضاء الأزهار. لو أنا جيت حسبت كده كل صفة سائدة، كل نبات فيه صفة سائدة من الصفتين، بلاقي هنا عندي 9 طويل الساق و3 طويل الساق، يبقى المجموع 12، 3 قصير و1 يبقى 4، يبقى 12 طويل الساق إلى 4 قصير الساق. لو أنا عملت اختصار بلاقي إن النسبة طويل الساق إلى قصير الساق 3:1، ده بالنسبة لطول الساق. بالنسبة لصفة لون الأزهار القرمزية هي الصفة السائدة، 9 قرمزية و3 يبقى 12. الصفة المتنحية صفة لون الأزهار البيضاء 3:1 يبقى 4، يبقى نسبة 12 قرمزية 4 بيضاء 3:1 برضو. يبقى طلعنا كده بقانون التوزيع الحر لمندل في الوراثة، بيقول إيه؟ إذا تزاوج فردان مختلفان في زوجين أو أكثر من الصفات المتبادلة فيحصل إيه؟ بتورث صفة كل زوج منهما مستقلة وتظهر في الجيل الثاني بنسبة 3:1. نقول القانون مرة تانية، إذا تزاوج فردان مختلفان في زوجين أو أكثر من الصفات المتبادلة تورث صفة كل زوج منهما مستقلة وتظهر في الجيل الثاني بنسبة 3:1. نشوف نشاط بذور ملساء الشكل صفراء اللون، بذور مجعدة الشكل خضراء اللون، ده الرموز بتاعتهم واي كابتل واي كابتل، ار كابتل ار كابتل، واي سمول واي سمول، R small R small. حصل ما بينهم تزاوج كونوا لي عدد الأفراد دي، R ملساء كان العدد قدامي
تسعة، ثلاثة أخضر ملساء، ثلاثة أصفر مجعد، واحد أخضر مجعد. لو أنا جيت حسبت النسبة بلاقي إن نسبة بلاقي إن نسبة الصفة السائدة اللي هي لون البذور الصفراء إلى نسبة الصفة المتناحية اللي هي صفة لون البذور الخضراء نسبة 3:1، ونسبة صفة شكل البذور الملساء اللي هي السائدة إلى نسبة إلى عدد النباتات البذور المجعدة اللي هي المتناحية كنسبة 3:1. ده بالنسبة لقوانين مندل والتجارب اللي عملها والنتائج اللي وصلها من خلال التجارب. هنيجي دلوقتي نتكلم عن الصفات السائدة والمتناحية في الإنسان. عندي مجموعة من الصفات السائدة والمتناحية في الإنسان. العلماء أثبتوا بعد مندل إن القوانين بتاعته صحيحة اللي وصل ليها، وإن في بعض الصفات الإنسان بتتبع منهجية الوراثة المندلية، يعني قوانين الوراثة اللي وصل ليها مندل ما تنطبقش بس على نبات البازلاء، لتنطبق على كل أنواع الكائنات الحية ومنها الإنسان. الصفات الوراثية قلنا بيكون مسؤول عنها عاملين، فالأفراد هم بيرثوا جين واحد على الأقل سائد من أحد الأبوين، بتكون عندهم الصفة السائدة ولكن هجين، واللي بيحصلوا على جين متنحي من كل أب تظهر عندهم الصفة المتنحية. من الصفات السائدة المتنحية في الإنسان بلاقي صفة القدرة على ثني اللسان أو الالتفاف الأنبوبي، دي صفة سائدة عند الإنسان. صفة شحمة الأذن المنفصلة دي برضو صفة سائدة على شحمة الأذن المتصلة، دي شحمة الأذن اهي. الشعر المجعد صفة سائدة على الشعر الناعم. صفة العيون الواسعة صفة سائدة على صفة العيون الضيقة. في عندي برضو صفة وجود الغمازات، دي صفة سائدة على غياب الغمازات. وجود النمش دي صفة سائدة، دي صفة متنحية، عذرا، وجود النمش دي صفة متنحية، عدم وجوده ده الصفة السائدة عند الإنسان. نتكلم كده على تدريبات. أول سؤال، أذكر المصطلح العلمي. علم يبحث في انتقال الصفات الوراثية من جيل لآخر، وذلك لدراسة أوجه التشابه والاختلاف بين الآباء والأبناء. ده مقصود بيه إيه؟ مقصود بيه علم الوراثة. الصفات القابلة للانتقال من جيل لآخر، الصفات الوراثية. الصفة التي تظهر في جميع أفراد الجيل الأول في تجارب مندل، الصفة السائدة. ظهور صفة وراثية في أفراد الجيل الأول عند تزاوج فردين يحمل أحدهما صفة وراثية نقية مضادة للصفة التي يحملها الفرد الآخر، ده مبدأ السيادة التامة. علل اختيار مندل للنبات البازلاء لإجراء تجاربه في 6 أسباب. 1، سهولة زراعته. سهولة زراعته وسرعة نموه. 2، قصر دورة حياته.
ثلاثة أزهار نبات البازلاء، خمسة أربعة سهولة تلقيح معين، خمسة إنتاج النبات لعدد كبير من أفراد الجيل الأول، ستة وجود عدة أصناف من البازلاء تحمل أزواجا من الصفات المتضادة. السؤال الثاني، عند تلقيح نبات بسلة أصفر القرون نقي مع نبات بسلة أخضر القرون نقي ينتج نباتات جميعها ذات قرون خضراء، السبب في كده لأن تبعا لمبدأ السيادة التامة فإن صفة لون القرون الخضراء صفة سائدة على صفة لون القرون الصفراء، فهي تظهر في أفراد الجيل الأول ولا تظهر صفة لون القرون الصفراء. رقم ثلاثة، القدرة على لف اللام من الصفات السائدة في الإنسان، السبب كده إنها صفة الأكثر انتشارا بين أفراد الجيل. كده احنا خلصنا الدرس بتاعنا، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.